قول بسم الله كده. الجزء الثاني، الجزء الثاني ان ازاي اعمل الدي اتش بارامتر باستخدام التول بوكس اللي هي بتاعت بيتر كورك اللي احنا شغالين عليها روبوتك تول بوكس. ازاي اعمل الكلام ده باستخدام التول بوكس؟ مش عاوز سيمبوليك خالص، انا عاوز استخدم التول بوكس اللي بيتر كورك عملها. قال لي مفيش مشكله، هتبقى اسهل شويه يعني في التعامل في الرموز يعني. طب نعمل ايه؟ اولا انا بعرف الدايمنشن بتاعت الروبوت اللي هي ال L1 كام، ال L2 كام، ال L3 كام، ال L5 كام اللي انا محتاجهم، بعرفهم كمتغيرات فوق. في امر بقى في التول بوكس الستاندر عشان تعمل لينك في التول بوكس دي، الامر اسمه لينك، وال L كابيتال يعني تدي له لينك عندك، تقول له لينك تفتح قوس وتبدا تديني بس الترتيب بقى سيتا سيتا وبعدين دي وبعدين ايه وبعدين الفا. تاني سيتا دي اي الفا معكوسه عن الجدول اللي احنا جبناه، بديله سيتا سيتا وبعدين دي وبعدين ايه وبعدين الفا سيتا دي اي الفا. وبعد كده هو اوتوماتيك بيعتبر الجوينت بتاعتك روتيشن، بيعتبر الجوينت بتاعتك روتيشن. فانت لما تيجي تعوض عن السيتا عوض عنها بصفر، يعني انت عوض عنها بصفر، ما تدوش قيمه السيتا اصلا، هو اوتوماتيك هيعملها فاري. فاهم مشكلة؟ طب لو هي بروزماتيك، لو هي بروزماتيك حضرتك تيجي في الاخر كده، تيجي في الاخر كده بعد ما تعمل الاربعه بارامتر تفتح قوس وتروح جاي عامل فاصله بي بي بروزماتيك، يعني انت بتقول له دي يعني كده خلي لي الدي هي اللي فاريبل بس عوض عنها بصفر انت. ماشي يا شباب؟ لو حطيتها سبتها او حطيت ار، ار يعني روتيشن، ار يعني روتيشن باي ديفولت، باي ديفولت روتيشن التايب بتاعها روتيشن. طيب هنبدا نعمل ايه؟ كل اللي هعمله انا هنقل الماتريكس اللي انا جبتها من الشغل بتاعي اللي انا عملته اللي انا جبته بالمحاور، هنقله هنا بس. ازاي؟ اهو هقول له اللينك الاولاني، بس لازم تعمل لي عشان انا هربط اللينكات دي ببعض، فهنعمل ال ونفتح بين قوسين واحد، هنعملها بصورة ماتريكس يعني ال واحد بس هنحطه ال واحد ال اتنين ال تلاتة عشان دي لينكات ورا روبوت فيجي يرصهم ورا بعض ولازم اديهم له بالترتيب. لينك ال واحد، اللينك الاولاني الامر اسمه لينك، افتح قوس وافتح بقى اديله السيتا، السيتا كام؟ بصفر. السيتا اقعد عنها بصفر. الدي بكام؟ بال واحد اللي هي فوق اللي انا معرفها فوق بكامتها بكام؟ ماشي. وبعد كده الايه بصفر والالفا ب 90، 90 اللي هي باي على 2. طب اللينك الثاني، اللينك الثاني هكتب لينك السيتا بصفر والدي بصفر والاي ها والاي بكام؟ بال 2 والفا بكام؟ بصفر. اهي خلي بالكم بس في الترتيب، سيتا دي اي الفا ثاني. اللينك الثالث، اللينك الثالث، اللينك الثالث سيتا بكام؟ سيتا بصفر. الدي بكام؟ الدي بصفر. الايه بكام؟ ها بصوا على الاثنين يا شباب، بصوا على الاثنين. هنا بكام؟ ال 3 تلاقي ال 3 هناك. والالفا بكام؟ بصفر. وطبعا انا معرف له ال 1 وال 2 وال 3 وفكرت تاني اللي انا معرفهم فوق. اللينك الرابع تاني سيتا بكام؟ بصفر. اقعد عنها بصفر. الدي بكام؟ بصفر. الايه بكام؟ بصفر. الالفا بكام؟ ب 90 اللي هي باي على 2. كله شايفها؟ بص على الناحيتين. طب اللينك الخامس كتبت ال 5، ال 5 بكام بقى؟ ها بصوا كده يا شباب، السيتا بصفر، الديب ال 5 والاي بصفر والالفا بصفر. في مشكله؟ اوعى بس تتلخبط، الله يخليك يا باشمهندس اوعى تتلخبط انك بتاخد سيتا دي اي الفا، مش اي ترتيب، مش اي ترتيب. ماشي يعني السيمبوليك انت بتعرفها هنا. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ امر بسيط قوي، بتعمل ايه؟ سيريال لينك، سيريال لينك يبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل لك، وسميت روبو انا سميته كده سايف الناتج في روبو، هيبدا يعمل لك الروبوت بتاعك يا باشمهندس. ممكن تدي له اسم. تعالى بس انا هجرب لكم ده بس كده، انا هجرب لكم ده، هاخده كوبي وهجربه لكم في الكوماند ويندو، هعمل سي ال سي وهعمل اهو وهكتب لكم روبو انتر. شايفين اللي حصل ايه؟ كتب ايه ده؟ اعمل لك الجدول بتاعنا سيتا، سيتا بقى ما اقعدش عنها بصفر، كاتب لك دي كي واحد، يعني ده
الجينت الاولانيه او الفاريبل الاولاني وعوض بالدي والاي والالفا. ولو عاوز تحط له اوفست على فكره ممكن تحط له اوفست يا شباب، لو انت عاوز تحط له اوفست يعني للزاويه دي. انا مش هحط له اوفست، هقول له سيتا والدي لكل لينك طلع لنا اللينك بتاعنا ده الروبوت النهائي واداله اسم. اديته اسم يا باشمهندسين الروبوت ده كمان، قلت له ده اسمه رينو اكس او 1. طب ميزه التول بوكس بقى كمان يا شباب انك ممكن ترسمه، ممكن ترسم الروبوت ده، يعني ممكن ارسمه لكم ازاي. تكتب اسمه اللي هو اللي انت انا مسميه روبوت، انا مسمي ده روبوت، فاقول روبوت دوت بلوت. طيب لازم تقول له هيبلوت عند الزاويه كام، انت عاوزه يعمل بلوت عند الزاويه كام، انت عاوزه يعمل بلوت فين؟ الزوايا. اه الزوايا مش الزاويه، يعني انا هخليه بلوت عند لما كل الزوايا بصفر وخمس زوايا طبعا. لو اديته اربعه يقول لك إيه فين الثالث، فقول له بلوت الكلام ده عند زاويه 0 0 0 اهو اهو، هو رسم لنا الروبوت اهو. ده القاعده دي البيز، دي البيز اللي بتلف كده اهو عشان بس الناس تشوفه اوضح، دي اللي بتلف، دي القاعده دي بتلف كده، ده بيلف كده ماشي، خد الزاويه كده من الافقي ماشي، وده كده الزاويه صفر بتاعت التاني، وده بيلف كده ماشي يا شباب، دي الروبوت بتاعه. طيب لو عاوزين نعمل له زاويه ثانيه، لو عايز تعمل له زاويه ثانيه تعمل ايه؟ لو عايز تعمل له زاويه ثانيه تعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هقول روبو بلوت وادي له مثلا، خلي لي دي مثلا، خلي لي الزاويه بتاعت سيتا الاولانيه خليها باي على باي على 4، وخلي لي ده باي على 4 مثلا، وده صفر وده صفر ودي صفر، لازم خمسه يا باشمهندس. قال له بلوت الروبوت ده مثلا اهو، واخدين بالكم؟ قلت له الاولاني اعملوا لي 45 وده اعمل لي 45، ده ما اتغيرهوش، ما غيرتش في ده ولا غيرت في ده، ده الروبوت يا باشمهندس. ممكن بقى تعمل له انت لو عايز تعمل انيميشن، ممكن تعمل فول لوب وتعمل بوس وتبدا تقول له اعمل لي انيميشن حركه معينه، تقول له اعمل لي بلوت كذا مره ونشوف الريسبونس بتاعه ازاي. ممكن تعمل كذا بلوت لو. طب سيبنا من ده كله، فين الماتريكس؟ فين الماتريكس؟ فين المصفوفه؟ انت هنا مش محتاج ماتريكس، انت محتاج تسيف الروبوت ده على بعضه، وفي امر بسيط قوي، في امر بسيط قوي مش ترسمه، اسمه روبو دوت اف كي اي ان اي اللي هي فورورد كاينماتيك، وتدي له الزوايا اللي انت عاوزها 0 0 0 لسه في واحد كمان معلش. لو خدت بالكم هتلاقي نفس اللي طلع لنا في السيمبوليك اللي هي 18 0 4 اللي هي الاكس كذا، اما تعوض له 0 0 0 هيطلع لك الاكس والواي والزد بتاعك. طب انت عاوز تغير القيم، انا عاوز لما ادي له باي على 4 وادي له ده باي على 4 عاوز اشوف الاكس هتكون فين، هيديك قيمه الاكس والواي والزد. مش محتاج ان طب لو انت عاوز ستاندر فورا، انا عاوز معادله خلاص، هتضطر تستخدم السيمبوليك سيمز سيمز سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3 سيتا 4 سيتا 5 وتقول له فورورد كاينماتيك برضك لو انت عاوز تجيب معادله يعني، وتقول له عوض بقى بسيتا 1 عوضني بسيتا 2 عوضني بسيتا 3 عوضني بسيتا 4 عوضني بسيتا 5. السيمبوليك بياخد وقت يا شباب، ده طبيعي جدا، فهتستنى عليه شويه هيجيب لك هو الماتريكس بدلاله السيمبوليك كبيره شويه. على العموم انت مش محتاج تعمل الكلام ده، كل اللي بتيجي تعمله اللي هو تقول له فورورد كايناماتيك وتدي له الزوايا وهو يديك المصفوف يديك الناتج وخلاص. دي ميزتها بقى انك ممكن تعمل بقى اي زاويه انت عاوزها، ده باي على 2 وتبدا تدي له هو يديك القيم واصله، تدي له اي زاويه انت عاوزها بس بالريديان ما تنسوش يا شباب. ولو عاوز ترسمه قول اف ايه الروبوت دوت بلوت، الروبوت دوت بلوت، وتدي له بردك اللينك رو جاي مدينا هو شكل الروبوت عامل ازاي ماشي. لو عايزين تعملوا له انيميشن، لو حد عايز يعمل له انيميشن ممكن تعمل فول لوب
يعني تعمل بقى تقول انا مثلا عاوز الفف اللينك اللي تحت سيتا 1 مثلا، اقول له 4، اقول له مثلا تي اتش 1 هتبدا من زاويه 0 لغايه زاويه كام، ونمشي ستيب 1 من 10 ولغايه 90 ماشي، واقول له الروبو اللي هو الروبوت بتاعنا نسميه روبو دوت بلوت، وادي له السيتا 1 والباقي صفار، والباقي اعملها له صفار، صفر كام صفر وادي صفار مظبوطه، واعمل بوز بوز عشان اوقفه بس شويه، بوز مثلا وليكن ربع ثانيه، واقول له انتر اهو. دي سيتا 1 بتتغير، واخدين بالكم؟ ها شايفينها ولا؟ طب لو انت عاوز تغير سيتا تانيه غير دي، اقول له خلي لي نفس الكلام بس هخليها سيتا 2، واعمل روبو تمام، اغير الاثنين مع بعض ماشي. ممكن نعمل فور جوه فور، اخلي دي سيتا 2 واخلي دي 0، خلينا بس نغير سيتا 2 بس نشوف سيتا 2 بتتغير ازاي. ما ننساش نعمل بوز، بس بوز ربع ثانيه مثلا، واقول له اند عشان اعمل انيميشن له. ها دي السيتا الثانيه اللي هي اللي فوق دي سيتا 2 لما تتغير ماشي، واصله. لو انت عاوز تغير الاثنين مع بعض اسمي دي سيتا مثلا والروبو، ولا خلي نفس الزاويه تتغير في الاثنين سيتا سيتا بوز ربع ثانيه، وان انا كده مخلي سيتا 1 وسيتا 2 يعني يلف بس في نفس ده يتحرك درجه ده يتحرك درجه، اه بص بيلف ويطلع لفوق، واصله يا شباب؟ طب في حد عنده مشكله؟ ايه اللي احنا عملناه بسرعه كده، ملخص اللي احنا عملناه في الجزء دوت، ازاي تعمل سيميليشن للدي اتش بارامتر او الروبوت بتاعك باستخدام الروبوتك تول بوكس اللي اسمها بتاعه البيتر كوب. كل اللي انا عملته يا باشمهندس كده بسرعه، عرفت له الدايمنشن بتاعه الروبوت، عملت امر اسمه لينك، عملت كذا لينك، لينك 1 لينك 2 لينك 3 لينك 4 لينك 5، اديته اللينك، اديته السيتا والدي والاي والالفا، السيتا والدي والاي والالفا لكل لينك. بعد كده رحت جاي عامل امر عشان اجمع كله في روبوت واحد، قلت له سيريال الاس دي كابيتال، خلي بالكم من الكابيتال والسمول، الاس دي كابيتال والال دي كابيتال والال اللي هنا دي كابيتال، قلت له سيريال لينك للال، اديته ده بيعمل اوبجكت للروبوت، ده الروبوت، واديته نيم للروبوت ده عشان لما اجي ارسمه يا شباب، عشان لما اجي ارسمه يقول لي الروبوت ده اسمه كذا، يكتبه لي كده ماشي، فيديني اسمه. بعد كده لو انت عاوز ترسمه روبوت دوت بلوت وتدي له الزوايا اللي انت عاوز ترسمه بيها، لو عاوز تعمل انيميشن او حركه اعمل فول لوب عليها، واعمل بلوت واعمل له بوز واعمل انت هتشوف الروبوت بيتحرك قدامك. لو انت عاوز تجيب قيمه الاكس والواي معينه عند قيمه معينه هتقول له اف اف كي اي ان اللي هي فورورد كايناماتيك، وتدي له اكس، تدي له سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3 هيدينا الجزء الاكس والواي والزد. في مشكله عند حد؟ ها في مشكله عند حد؟ ها وده الروبوت اللي احنا عملناه يا شباب، ده السيميليشن، ده السيميليشن بتاع الروبوت بتاعنا اللي هو كان ده حاجه. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده اللي خدناه الروبوت اهو، ديتش بارامتر وازاي تعمل له سيميليشن. اما تلاقي في اي حاجه يلا السلام عليكم.